شيخ، سؤال عن الرقية، هل عمل الرقية أمر توقيفي أو اجتهادي؟ يعني هل إذا جربنا طريقة معينة خالية من الشرك أرقوا ما لم يكن شركا انطلاقا من هذا النص، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ أنا في حدود ما قيدت أنه يجوز إذا لم يكن هناك يعني أي شيء مما يخالف الشريعة، كان يتوهم هناك أنه في أسرار خفية، أو يتوهم أنه في يعني أن يكون هناك أضرار أيضا غير ملموسة، فبالشرط وبالقيد الذي ذكرته ما أرى بذلك بأسا.